الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد بنا رزار رزدار إسلامتية باور وإيمان يبهندي هاي كهنديك الدين وإسلام وعقيدة وبيرو باور الإسلامين بتعدائي نشب كيات سر ودليت بل دويت أبي مروفي إيمان بهبت، باوري بهبت، أما تبشيري، تبكي هات أكيدا إكيدة باوري بوالي جبر جبراندا في آية القرآن هات لا إكراه في الدين. قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والله سميع عليم. رب العالمين عز وجل بجد إكراه اه تو دو اكيبيه ديني دا اوت اسلامتي دانينا چونكو ريكاراس شريكا برزبوني اخته ديار كيرن هر کسكي كفرب بتوحيد ييب و او ايمان رب العالمين عز وجل بينت اوا خوب وي دشتي و دا. او دشتي نجاتوي ده حي خلاص بونه وي ده والله سميع عليم طبعا أبي آية القرآن كيروك يقول بش هاي زيدي كوري أسلامي فات جوهزت جبابي خو قوتي مقول عمر كوري خطابي بو خدي جرازي بت أبيد قوتا جنككي أف جنكا, جنكا السردين فلاتي بو قوتي أسلامي أيتو هالعجوز تسلمي قوتي بو صرمان ببا دا صلامتي بو تهبت خود تعالى محمد بحقية فريكري إنا أبي جوته أسبير جينا كمظنم عمرن يانزيك منا إنا عمري تجود اللهم مشهد جوتي يا رب متكرير شاهد كم جوته وباش آية خانت لا إكراه في الدين هروس أبو داود بدجوهزة حديث عبد الله القرع باباسي خود جرازي بدجود نزلت هذه الآية في الأنصار اف حقاً يتد الحق انصاري جنك جنك هبو اف جنك عيال ندبون اينو دا تش بيجت دا بيجت اسين جل من عيالك هبو اس اف عيالم ببتجي وقت اجلاء بني نظيره هات يكرن كوش مدينه هاتي ندر يخستن قالك هبون شوان مروفا عيالة انصارية أبي بري اسلامتي بون بوين ببونجي ووانا عيالي وانا عيال خوكر بونجي انا شقوت قلت ام قبلنا كاين عيال ما ام ناهرين السرجيات يبن وام ده تعدائيه لكين كو او بين أبو ببن انا رب العالمين عز وجل قلت لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي يعني هنشن ومرو وابتعدائي كانت إسلامتية دا انا وقت اف آية قرآن هات اوانا قلت انما فعلنا ما فعلنا افتشتبه ونحن نرى ان دينهم افضل مما نحن عليه هنجي مدّيت ديت كو دين وان بس جياتيه اش ما باشترا و وقت اسلامتي هاتي ام ده تعدائي الواناكين ده او إن رب العالمين عز وجل قلت لا إكراه في الدين هر كسا كفيت جهتا و هر كسا إسلاماتي بد ابن جرير الطبري خد جرازي عبد الله كُرَ عباسي فد قوه قوت قلت اف آية قرآن لا إكراه في الدين اذا در حق أَنْصَارِي كأنصاري ده بخارج بني سالمية اد نوي ظلامي الحصين اوی دو كرهبون هردو السردين فلاطيبون وابو خبص المامبو إن قلت في غنبري خدي يا رسول الله ألا أستكرههما أي في غنبري خدي ما أستعدي الفون هردو كان نكم شنكو أبيت بجن أم دين خن ناهرين إن رب العالمين عز وجل أفآية إن خالي لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي وكما هذا الدرس بلي في قابيج هنديك آيات القرآنية احتمال أبا همي ما نعني نها همي أسباب نزوله يعني أجرت هاد نخارة وإيك آيات بن أف أحداث همي تشيبوين أف آه ريدان همية رب ورب العالمين عز وجل أف آياتها بو يا إنا يا خاري طبعا تريوهات قد أبي أفي مروفي ليكر لكر تعدائي لكر كو بصرمان بابن أنه حاول إكراههما إنا مخاصمه إن إنا ده پیغمبر خود صلى الله عليه وسلم إنا حصين يا رسول الله أيدخل بعض النار وأنا أنظر يعني أشوى بيلم هندكش إيش مبتشت أجري من إلي إن رب العالمين عز وجل أفعاية قرآن إنا خاري مفسرة بسلمانة بيجن رب العالمين عز وجل بجت لا إكراه في الدين تنكم محتاجي هندينه تعداي الكسب كي حضر بدد إسلامات يدا تنكم تعداي بوي تشتيا أو مروك نظانت يان فينا كافت يان شين يان آثارت وين ديار بن دبرزة بن جي شو لكن نخوش بدبون نفسا مروفي بس فهندك إسلامة إسلامتي دينك راستا ويدرستا و یه گله گله که آشکرای بو مرووی و رکاوی دیاره و صحبتاوی یا آشکرا بوی صحبتاوی دینی کو اسلامه و یا دیاره وقت مروف اسلامتی نگیرد غیری اسلامتی برزبونه و جامعه ما چه داعی هنده شنی که مروف چه تعدایی الیکی بکت حتی بیدت اسلامتی دا حتی بهت دینی دا وقتی اسلامتي واضح بتو ديار بده وخشنيكا باشتي في وضوحي ودياري واشكرائي افعله و ايمان بينه يحرر بلا ايمان بينه هاروسه مفسرة بسلمانت بجن اف اياته دليله كي دياره واشكرائه بو درا و اوت بجن اسلامتي بشريا بلا بووي چونكو بسرمان بري هجريب كان ناتشيون

كو جهات نبو هنده العالم بكي كعالم عالم بيتت اذا مروا في بصرمان قناعته بديني خوهي قناعته بيرو باورد خوهاي واو اخفنو قد 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 كو اسلامتي دين الشرية ويه تعدايه نصيب القرآن اتت ديار في ديارت بت اف اخفنا دراوا وافتراء لسن اسلامي سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين